في 11 من مارس عام 1965 توفيت المغنية المصرية منيرة المهدية. ولدت المغنية بقرية المهدية بمحافظة الشرقية. نزلت منيرة إلى القاهرة لتكون أول سيدة مصرية تقف على خشبة المسرح، حيث أدت أحد الأدوار المسرحية مع فرقة عزيز عيد. اشتهرت بأغاني أسمر ملك روحي وحرج علي بابا ما روحش السينما. انتشرت أغاني المغنية منيرة المهدية وزادت شعبيتها حتى لقبت بسلطانة الطرب. توفيت منيرة المهدية عن عمر يناهز 80 عاماً.